استاذ كاظم وادي وكيل مدير قسم ارطاوي لمعرفه اخر الحديث عن مشروع توتال. حياك الله استاذ كاظم واهلا وسهلا من خلال مربد. اهلا وسهلا وشرفنا بكم وقناتكم الكريمه. بالنسبه الى مشروع ارطاوي هو مشروع نقول تنميه متكامل بانه يحتوي على عده اقسام او عده مشاريع ضمن هذا المشروع المتكامل، وهو قلنا بانه مشروع معالجة مياه ومشروع الطاقة الشمسية بالإضافة إلى المشروع الأساسي اللي يخص غاز الجنوب وهو مشروع الجي ام بي اللي هو لإنتاج الدراي والال بي جي والمكثفات، زائد المشروع اللي نسميه الجوب بالنسبة اللي هو خاص بنفط البصرة أو إنتاج الأويل بشكل عام. بالنسبة إلى المشروع قلنا بأنه هو تصنيف المشاريع ضمن المشروع المتكامل. فنحكي هسه بالبدايه مقدمه على المشروع باكمله، قلنا بانه عندنا المشروع المعالجه راح يفيدنا بانه راح يزيد حصه المحافظه من المياه ويحول بانه المياه راح تحقن للابار عن طريق هذا المشروع، وتوليد الطاقه الكهربائيه عن طريق الخلايا الشمسيه، هذا راح يضيف لنا بانه 1000 ميجا واط، واستخدام الطرق الطاقه المتجدده في انتاج الطاقه الكهربائيه لتعدد الطرق لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى ذلك بأنه كمية الغاز أو كمية الوقود بشكل عام راح نستفاد من عنده أما لأغراض أخرى أو لتوليد كهرباء عن طريق يعني محطات حديثة أو للتصدير مستقبلا إذا أمكن وفاض عن حاجة البلد. أما بالنسبة إلى مشروعنا اللي هو يخص مشروع أرطاوي أو قسم أرطاوي للغاز، هنا يتكون هو عن عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى 300 مليون قدم مكعب قياسي والمرحلة الثانية هي 300 مليون قدم مكعب قياسي. المرحلة الأولى عن طريق الحقول اللي هي غرب القرنة 2 ومجنون وبالنسبة لأرطاوي، والمرحلة الثانية وعن طريق الحيس والطوبة وحقل صبا. يعني المحتمل بأنه يكون الإنتاج من عنده بالنسبة إلى هو يكون كل مرحلة 300 مقمق، اذا يكون المشروع كله 600. هنا الانتاج راح يكون بانه انتاج كمعمل او قسم ارطاوي الخاص بغاز الجنوب، يكون منتجاتنا هو دراي غاز اللي هو لرفض الغاز الجاف لرفض الشبكه بالوقود، وخاصه هسه اكثر استخدامات هو توليد طاقه كهربائيه، وهو تقريبا 480 مقمق يكون بالنسبه الى 600. وبالنسبه الى ال بي جي اللي هو نسميه غاز الطبخ او الوقود وتغطية نقول حاجة البلد إليه والمكثفات، فذن بقية المنتجات إذا كان عندنا 20,000 تقريبا برميل من المكثفات وعندنا 12,000 طن بالنسبة للال بي جي. هنا المشروع هو المشروع المتكامل، إضافة إلى هذه المشاريع المتعددة ضمن هذا المشروع هو عملية التصدير ومنصات الموجودة لعمليات التصدير. فعندنا مثلا إذا فاضت بالنسبة إذا سد احتياج البلد بالنسبة إلى الـ بي جي، يكون البقية المن إلى منصات التصدير وتصدير إلى الخارج، وهذا يرفد الميزانية الدولة ويرفد شنو عندنا الخزينة بالأموال. هاي واحد. اثنين كذلك المكثفات يكون تصدير المن إلى الخارج بحالة شنو سد، خاصة المكثفات بأنه يصير تصديره لأنه هو سعره مقارب إلى سعر البرميل النفط وهو أغلى من عنده مرات، نضيفه لتحسين مواصفات. اثنين بأنه المشروع هو يعتبر فرصة إلمن للاستثمار للأيادي العاملة، وهنا راح تكون فرصة أكبر بالنسبة إلمن لتشغيل أكثر عدد من نقول بأنه كوادر الشبابي واعتماد عليها، وهذه الشركات هي تشتغل بستايل عالمي، نظام عالمي راح يكون تطوير إلهم بحيث يكونون يعني راح هذه الأجيال راح شو نقول تستمر او تتعلم على هذا النظام اللي راح يدخلون، لان هم سيستم عامل بالنسبه الى سيفتي او بالنسبه الى التشغيل وغيره. اكو تبادل اطراف الحديد، زيارات مستمره هنا على ارض الواقع، شنو جاي يجرى حاليا؟ نعم استاذنا العزيز، هنا بالنسبه الى
التعاون بينه وبين شركة توتال هو عن طريق لجان متعددة. نعم. وتعاون مشترك بين الشركة أكملها وتسخير بالنسبة تسخير من قبل الدولة والوزارة وكذلك الشركة والقيادات بأن تسهيل مهام عملية التعاون بينه وبين شركة توتال. التعامل يكون عن طريق أول مرة إجراءات الأرض واستملاك الأرض وما تتبعها، وهذا يكون على طريق عدة دوائر، وهذه الدوائر جاي نأخذ موافقاتها بالترتيب وبالتسلسل حسب السياق الدولة والمطلوب من عندنا. والحمد لله والشكر وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا بعملية استملاك الأراضي وكذلك التقاطع مع بقية الشركات، وهي كل ضرورية بين الأنابيب الممتدة من شمال، نقول شمال الرمال الشمالية اللي هي عندنا مجنون وغرب القرنتوم المن إلى الموانئ والتصدير وغيره. فهنا راح يكون عندنا تقاطعات ويا النورث رومالة وكذلك ويا من ويا الساوث امتدادا إلى التصدير، زائدا بأنه الأنابيب اللي راح تكون على الشبكة ربطها مع الشبكة بالنسبة إلى الغاز الجاف وكذلك إلى مادة الـLPG اللي هو غاز الطبخ. نعم، هذه الأنابيب ومد الأنابيب تعارضات مثل ما ذكرت، يعني محسوم أمرها على أرض الواقع؟ هي عبارة عن من؟ عبارة عن تعاون ولجان. فهسه حاليا احنا بمن بمرحلة أول استملاك زائدا أخذ موافقات هذه الجهات التمر بيها. بالضبط. يعني كل جهة مثلا أما تابعة إلى مشغل، وإذا شركات خاصة مثل شركة نفط البصرة وغيرها والمشغلين تابعين لهم، أو تابعة لمن إلى دوائر مثل عندنا الزراعة ومثل عندنا الأهوار وعندنا المالية. نعم. يعني فهاي ناخذ بها موافقات مستمرة، جاري العمل على هذا، جاري العمل واصلين إلى مراحل متقدمة جدا بها بأنه تقاطعات زائدا استملاك الأراضي. نعم، الخطوة المقبلة ما عدا ما تحدثت به أستاذ. نعم. كاظم، الخطوات المقبلة. الخطوات المقبلة إن شاء الله بعد أن انتهى الفيد يكون على أرض الواقع بأنه تهيئ هاي الأرض المن لاستقبال المعدات واستكمال المشروع، وإن شاء الله خلال نهاية هذا الشهر إن شاء الله تبدي أكو أعمال على أرض الواقع، يعني بأنه تبدي الشركة تجيب على أرض الواقع كمعدات أو غيرها، يعني يبدي. نعم. بأنه عمل بالإضافة ينتهي. إلى استثمار الغاز من الأرطاوي، أكيد هو حق الأرطاوي راح يتم عمليات تطوير، تم إلى عمليات تطوير، ف ايضا هذه المنشآت اللي راح تكون بحق الأرطاوي، المساحه الجغرافيه من ضمن يعني واقع الحقل، ولا تبعد مثلا بمسافات حتى تكون هذه المنشآت او المعامل لاستثمار غاز موجوده بحسب المخطط؟ يعني لا، هي حسب المخطط، لان احنا بانه ما تقدر تخرج خارج هذا المخطط، او احنا نقول الاحداثيات بالتسميات العلميه الى او تسميات الرسميه. هي ضمن احداثيات يا شعيب بطين 2 هنا، الاحداثيات الموجوده بانه ابعادها، يعني ليش ما اقدر اطلع عنها؟ لان موافقات بقيه الدوائر مثلا الطرق السريعه، مثلا عندك الطرق والجسور، مثلا عندك البيئه وغيرها، هنا لازم يعني. هاي الامور وموافقات بقيه الشركات تعتمد على الموقع، لازم اول مره احدد الموقع اللي هو يستثمر بالضبط وبالمواصفات، وعلى ضوء هذا النوبه يلا ابدي بيه من بالموافقات، لان انا هسه وين ما اتجه باي دائره يقول لي اعطيني احداثيات المعمل، المعمل بالضبط، الطرق ايش قد بعده عن طرق، ايش قد المسافه، الطرق اللي عندك، الطرق الجانبيه، وكل العام يعني لازم بانه انا اخذ يعني كل اجراء اخذ به موافقه على مود اقدر النوبه امشي به من بعمليه على ارض الواقع. فلازم انا محدد هاي المسافات. نعم. وهذا الاحداثيات وابعادها عن البقيه، فما اقدر اخرج. نعم. خارجها، يعني نرجع. نعم. ما اقدر انا اخطو اي خطوه دون موافقات، لان انا مسؤول عليه. نعم. هاي الاجراءات مشت بسلاسه وبنقول طرق ايجابيه لحد الان؟ والله لحد الان الحمد لله والشكر، يعني ماخذين اجراءات والحمد لله والشكر، بانه قلت لك اكو مساعي هي بانه تسهيل من الدوله والوزاره زائدا الشركات والقيادات، بانه اكو تساهل بانه جاي نمشي بهذه الامور حسب الرسميات، لان احنا ما تقدر تتجاوز الرسميات، لان هاي امور متعلقه. نعم. هاي الموافقات هي تتابعا او تسلسلا، يعني مثلا من تروح الدائره لازم اكو دوائر قبلها تاخذ موافقتها الى ان توصل الى الجهه المعنيه، مثلا سنة من دزه مثلا هي تابعه على سبيل المثال الى وزاره الماليه عقارات الدوله، عقارات الدوله الى 16 دائره يقول لك احصل موافقات يلا اقدر انا اعطيك الموافقه عنها. فالقصد هنا بانه هاي الدوائر المعنيه تعطيك موافقاتها
تتابعا، بس لازم ضمن السياق الموجود، واحنا جاي نعمل ضمن السياق وضمن الامور الرسميه على مود يعني يكون الشكل رسمي خارج. نعم، العمل الاداري بالاضافه الى العمل الميداني راح يكون في حقل أرطاوي، يعني اكو مكاتب خاصه اداريه الى شركه غاز الجنوب في نفس الحقل. هناك اكو مواقع قريبه على الحقل، لان هسه هناك يعني هسه ما موجوده مثلا مكاتب ورشي، بس اكو مواقع او مكاتب قريبه لهم مثل المجال الموجود في الرمال الشماليه، وعندنا في موجوده في الرمال الجنوبيه. فهنا اكو مواقع قريبه على اليمن على الحدث او على اليمن على المواقع العمل، فيقدرون يتابعون بها، بس هسه كموقع أرطاوي ذاتي ما بي. إذن سعد كاظم شكرا جزيلا على المعلومات، وإن شاء الله نبقى على تواصل بالخطوات اللاحقة لإخصاص مشروع. وشرفنا بكم، الله خير، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا سعد كاظم.